السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من قناة أرزاق وأعمال، أعمال وأرزاق للجميع، قناة مجانية مقدمة لوجه الله عز وجل. نقدم لكم أفضل ما نملك وحياكم الله في فيديو جديد. بتمنى من الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضاه. طبعا باختصار شديد مش راح أطول عليكم في هذا الفيديو، جبت لكم موضوع حصري جدا وقيم جدا 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 للي بيرغب. هذا الفيديو موجه بالأخص يعني إلى الشباب اللي بيحبوا السيارات، اللي بيحبوا السيارات الفخمة وعنده فكرة أو خبرة في الميكانيكا، في الهندسة الميكانيكية. وأريد أن أقول يعني إنه يمكن يحتاج مبلغ معين، يعني مش كثير، لكن بتحتاج رأس مال معين لهذا المشروع. هو مشروع ممكن يكون مشروع، ممكن يكون شيء تعمله لنفسك ويبقى لك. يعني كلنا بنعرف إن هنالك سيارات عادية وسيارات فخمة وسيارات أشكال وألوان، طبعا في الغرب أكثر من عندنا، لكن ما في شيء مستحيل. هاي فكرة مش مستحيلة، هذا فكرة موجودة، وحين راح أوريكم بالضبط إنها موجودة وأثبت لكم ذلك. هاي قناة يعني رسمية، وبنحب دائما نكون نحصل على ثقة الجميع وبصدق وبكل إخلاص وللأمانة. يعني هاي سيارة ممكن إنك أنت تعملها بيديك. أيوة فعلا أنت ممكن تعملها بيديك، أنت والمجموعة تبعتك، أنت والتيم تبعك والمجموعة تبعتك المساعدين. يعني باختصار طبعا هاي سيارة لامبورجيني افنتادور، اوكي، سيارة لامبورجيني افنتادور، هاي ريبليكا. ريبليكا يعني تقليد، ليست اصلية، اوكي، ليست باصلية، لان الاصلية حقها كذا مليون دولار. فيك تحصل على هيك سيارة بارخص من، يعني جدا جدا رخيصة، بدون نصل مبالغ عالية جدا، يعني سعرها الحقيقي هو ضخم جدا لا نستطيع. لكن إذا حاب تملك هيك سيارة بمبلغ نسبيا نسبيا رخيص، فتفضل معي في هذا الفيديو، راح أشرح لك شو عندي معلومات، وانت إن شاء الله بتكمل وبتشوف وبتفحص وبتتأكد بنفسك. طبعا هاي سيارات جدا فخمة، عملها شخص في الخارج من أمريكا بعتقد، أو أيوة من أمريكا، عنده كراجات وعنده خبرة فنية جميلة. صمم هاي السيارات على شكل أنجري بيرد. أنجري بيرد هو عصفور الغاضب، أو أنجري بيرد الشكل تبعها من الأمام، عبارة عن، أنتوا بتعرفوا التصميم تبع الأنجري بيرد تبع العصفور، الشكل تبعه شكل النقور تبع العصفور، اوكي فهمتوني. شكل جدا جدا حلو، عجبني جدا يعني جد شعل، واللون جميل جدا. طبعا خليني نبدأ. ممكن تروح على الفيديو على اليوتيوب عفوا، تكتب create super car from scratch، هاي العنوان بتشاهده هون، تفتح على هذا الفيديو وتشاهد بالضبط انه الشخص هذا عمل، في عليه تقرير على صنع السيارات، ممكن تشاهده لحالك. تقدر تضغط هنا وتحول للغة العربية، فبشرحه هون في هذا الفيديو كيف هذا الشخص يعمل هذا المشروع عنده في الكراج، بيصنع هاي السيارة على يديه. كيف بيجيب سيارة قديمة، سيارة قديمة مش قديمة، سيارة مستعملة أو سيارة عادية يعني، خلينا نحكي، فبنزل عنها البودي، بخلي بس الشاصي يعني البودي، بنزل كل الأبواب والجسم تبعها زي هيك زي ما انتم شايفين. طبعا هو عنده خبرة كويسة كويسة في الميكانيكا، شاطر يعني، زي هيك شايفين بعيونكم. وبفصل عليها من برا البودي، السوبر كار، البودي الجميل جدا يعني، الشكل الجميل هذا الفخم، بيسويه من فيبرو جلاس او فيبرو فيبرو كربون، في نوع معين اسمه كربون فايبر، عفوا كربون فايبر هو شوي افخم. طبعا هذا الشخص عمل هذا السيارة كذا مرة، وصار يعمل ويبيع منها. طبعا يمكن في امريكا شوي بيرخصها بسهولة. هو بشرح يعني انك
طبعا كيف أجرها لشركة أفلام وعملوا عليها فيلم، يعني شاركت في أحد الأفلام الفخمة، لأنها سيارة فخمة وسيارة راقية جدا بسعر جدا قليل. الفكرة هنا أنه جاب سيارة قديمة نسبيا وركب عليها البودي الحلو، هو فصله طبعا تفصيل. في هنا كمان فيديو انه هاي السيارة مثلا، هاي نوع سيارة معينة، كمان حولوها لسيارة سوبر كار. هلا راح تشوفوها، ادخلوا على الفيديو هذا. اوكي، الفيديو هذا وشاهدوا كيف هاي. على فكرة هاي نفس الفكرة تبعته، هو نفس الديزاين تبعه، حولها من سيارة يعني جميلة وشغالة وجميلة يعني كويسة زي ما انتم شايفين، وبركب عليها في الأخير إضافات معينة وماتور معين، اللي هو أحيانا بيكون ماتور تويوتا، ماتور سيارة يعني عادية جدا، بس يكون شوي جديد يعني، وإضافات للصوت وإضافات حلوة. طبعا بدها شوية رأس مال، بدها شوية رأس مال، ما في شيء مجانا، خصوصا في هاي الشغلات بدها شوية استثمار يعني على السيارات، وإضافات وشوية شطارة عند الإنسان اللي بيشتغل سمكرة ودهان وهيك شغلات، ممكن يكون بالنسبة له سهل. الميكانيكي العادي ممكن يكون عنده، إذا بيملك أي إمكانيات ممكن يعمل هيك شغلات. طبعا بأبسط المواد في عندنا الدهانات متوفرة، وإحنا العرب يعني لسنا أقل ذكاء عن الغرب، يعني إحنا بس تنقصنا إمكانيات. فهذا والله مشروع كويس، ممكن تفتح عندك مشروع إذا عندك صاحب كراج، تفتح هذا المشروع، تعمل إلك سيارة أو تعمل للناس سيارات، يعني إذا أنت عن جد أخذت الموضوع بكل جدية، وموضوع ممكن يباع بشكل كويس. بس هنا في ملاحظة، يجب علينا أن نملك ثلاث شغلات. أوكي، أهم شيء ترخيص الدولة، في بعض الدول برخصوا وفي بعض الدول لا ترخص، يعني هذا تعلق في دولتك أنت. ممكن تسأل إذا هم برخصوا لك السيارة هاي بيعطوك ترخيص قانونيا تنزل فيها على الشارع ولا لا، لازم تفحص الموضوع، وهذا بعتقد انه مش سهل. يعني في امريكا اسهل كثير، عندنا العرب احنا ما بعرف كيف، شوي صعب، لكن ممكن، وممكن واحاول، وليش لا، ليش لا، ليش لا، يعني حاول. هاي واحد. اثنين، ممكن تجيب سيارة قديمة او نسبيا قديمة يعني، وتنزل البودي تبعها وتفصل عليها بودي سوبر كار حلو. حكينا طاقم اللي يفهم في الموضوع، اوكي. والحاجة الثالثة ان بتقدر تعمل زي هيك اشي، تفصلوا شاصي معين وتركبوا عليه السيارة الفايبر كربون الفخمة طبعا، مو زي هيك. اوكي يعني، بس مشان تفهموا الفكرة، في ميكانيكي شاطرين عن جد مؤهلين ممكن يعملوا هاي الشغلات، وركبوا الموضوع على بعضه وبيطلع ممتاز. مع في ناس بيعملوها يدويا فبتطلع ممتاز جدا يعني، يدويا. طبعا في بعض الدول مصرح بها، في بعض الدول لا، زي ما انتم شايفين. ممكن تدخلوا مواقع كثيرة زي هيك وتشوفوا بعيونكم. طبعا هلا في مواقع اللي هي مشهورة عالميا، هي زي هيك موقع اللي هو بيبيع هاي الشغلات. طلع هاي سيارة لامبورجيني، اوكي، هاي مكتوب لك لامبورجيني افنتادور، اوكي، بيبيعها ب20,000 دولار. شباب هاي الشغلات الأصلية تقريبا سعر حوالي في حدود نص مليون دولار وفوق، اوكي، بس هذا ببيعها ريبليكا، ريبليكا يعني مقلدة تقليد، ب20,000 دولار. هاي فور اولي 20,000 دولار، اوكي. بس هاي شو، هاي المنوع اللي عفوا الماتور تبعها، الماتور تبعها مركب على تويوتا كامري 6 سلندر. هاي مكتوب لك ماتور 6 سلندر تبع تويوتا كامري. هاي مثلا في سيارات مركبة مثلا على حاجات ثانية، مركبة على سيارة نوع ثاني، زي ما قلنا سيارة شوية قديمة مركبة على سيارة، هاي مركبة مثلا على الشاصي. هم شايفين الشاصي تبع فورد موستانج، تبع فورد موستانج، هاي مركبة مثلا على كمان سيارة نوع ثاني، فاهمين يعني؟ هون هاي الفكرة عنده. هلا بتنزل تحت شوي، هلا بدي اعطيك شوي، في عنده اسعار، في عنده اسعار، في ب20,000 دولار، في ب29,000 دولار، في ب38,000 دولار، هيك سيارات جدا فخمة جدا حلوة، واحد يكون عنده في البيت طبعا اللي بيقدر واللي بده.
هذا مش ضروري، هذا للي بده يعني بحس حاله انه محتاجه، في عنده قدره معينه يشتري سيارات. هاي السياره هاي مركبه على تويوتا كاميري 6 سلندر، هاي مركبه انا عارف على اودي 8 سلندر، زي ما بدك تفحص. هون في تفاصيل تضغط بيطلع لك تفاصيل الماتور وشو بدك. في نوعيات ثانيه، لامبورجيني بنتادور ال بي 700 ومش عارف شو 4، هاي كورفيت، في انواع 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 انواع. شوف تعال افحص زي ما بدك، عشان اوريك انه هذا موجود، مشان اوريك ان هاي الشغله موجوده. مش تقول لي مستحيل، انا بحكي قناه يعني هاي القناه بتحكي، لا هذا موجود وقائم، وانا بوريك كمان. طلع هذا واحد ثاني بيعمل شو، بيعمل هيك سياره، هاي الفينش تبعها اوكي، جدا رائعه هاي، فاهم؟ هاي الفينش تبعها شايف، هاي السياره طبعا قبل التلوين، قبل التلوين هاي شايف بيعمل كذا سياره عنده في البيت، انا عارف الكراج بيعمل كذا سياره. هاي اللي بحكي عنه، هاي بيجيبوه احيانا جاهز، هاي بفصلوه احيانا جاهز، حتى كان في الاي بي احيانا بيبيعوا هيك الشغلات جاهزة، تشتريها مبلغ معين بيبعثوا لك اياها، حوالي 10,000 دولار على ما اعتقد حصته قبل سنة، وانت في البيت بتركب شاصي وبتركبه على بعض، اوكي؟ هيك بيعمل. طبعا بده شغل شباب، بده كثير شغل، بده كثير شغل، بده كثير شغل ومتعب، لكن والله بيستاهل. طبعا هذا بالنسبة للتصميم، بيصمم قبل عن طريق ال عن طريق ال ايه عفوا عن طريق الستيروفورم اللي هو الفلين، على شكل فلين، واحيانا عن طريق شكل مخرطة، اوكي. ننزل تحت 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 شوي، في عنا هون اسعار. طبعا هذا واحد ثاني، بقول لك اذا بدك السيارة كلها جاهزة كومبليت مع الاوراق تبعها، وذ في ان بي نمبر مع الاوراق تبعها والدوكومنتس، ها 49,000 دولار سيارة جاهزة. هاي يمكن بس في امريكا. اذا بدك بس قطع اونلي، بس قطع يعني، هاي في 12,000 دولار الجسم من برا هيك شغلات. تخش هون تطلع شوف شو بدك، انا اعطيتك فكرة، اوكي. في عندك كمان موقع ثاني اسمه هاي جراب كات، اللي هو عبارة عن 3D ملفات كات، بيعطيك كيف تصمم سيارة، اوكي. تدخل هون تشوف كيف صمم سيارة بالقطع، اطعمها في نصها مجاني نصها شراء، بتشري بعطيك التفاصيل التركيبية للسيارة اذا بدك، انت معني. هاي بعطيك على السريع كيف التصميم، كيف هذا، كيف اوكي. ادخل هون شوف هذا الشخص، طبعا اللي هو اللي عمل هاي السيارات، الشاب هذا، اوكي. هيو هيو عمل كذا لون كذا، هذا عنده بزنس يعني، فاتح بزنس منه، وعنده عنده براند تبعه، اوكي. هاي شايفين كيف مو اطلع عليكم انا، هاي في عنده هون عرض، اوكي. هاي كل القصه، واهلا وسهلا فيكم وحياكم الله، وان شاء الله بتستفيدوا وتابعونا ان شاء الله في فيديوهات قادمة، وحياكم الله واهلا وسهلا فيكم.